السلام عليكم، معكم شادي العبادي. اللي متابعني من زمان بعرف انه انا عندي اهتمام نوعا ما غريب شوي، اللي هو الاهتمام بالاديان والاساطير بشكل عام، وبعرف كمان اني بحاول اسمع على قد ما بقدر للجميع، ملحدين، مسيحيين، يهود، بحاول اسمع للجميع واقرا للجميع لاني عندي شغف لهذا الموضوع اللي هو الاديان. تمام، فانا متابع واحد او في شخصيات كثيره بتابعها من العالم الغربي الى العالم العربي بشكل عام في قضيه الدين. واحد من هاي الشخصيات اللي انا بتابعها من زمان شخص اسمه آمن نوبي. هذا هو واحد من اهم مؤسسين ما يعرف اليوم بجمهوريه الالحاد او الملحده، اللي هي جمهوريه بتحاول زي بحكوا تدافع عن الإلحاد، وبعضه بتحاول زي بحكوا تدافع عن حقوق الملحدين في العالم كله. فإحنا هنا نحكيش عن شخص عادي زي ما الناس توقعوا، لا، هو آمن نوبي هذا شخص كبير كثير. خلينا نحكي بالعالم الغربي بالذات لأنه متأكد أنه غالبية العرب ما بعرفه. المهم، هذا الشخص من زمان بتابعه على يوتيوب، واكتشفت من فترة أنه كاتب كتاب بعنوان لماذا ليس هنالك إله، والكتاب مش كبير كثير، حوالي 80 صفحة، وأنا قرأت الكتاب كله بيومين. وصدقا أنا كمان كنت مكسر نقاط الكتاب، ولكن لما سمعت قصة آمن نوبي هذا وكيف يتحول من الإسلام، لأنه هو في الأساس كان مسلم شيعي، هو أصلا إيراني كمان، فعشان هيك أحيانا في ناس لما يحكوا اسمه اللي هو آمن نوبي هو دائما بيصححوا بيحكوا له مش شاكب اللفظ، فممكن أكون كمان غلطان باسمه، بس ما علينا. المهم، هذا الشخص يعني عنده قصة غريبة شوي، وهي ببساطة ممكن تحضر فيديوهات على يوتيوب كثيرة لقصته، وحط لكم فيديو إله هو نفسه مترجم وبيحكي قصة عيته ببساطة، ممكن كمان ترجعوها بآخر الكتاب إنه حكى قصته بشكل مبسط بآخر فصل الكتاب. وهي ببساطة إنه هو لما كان صغير كان عنده حوالي 15 سنة 12 سنة، كان خايف كثير من فكرة العذاب بعد الموت، وكان خايف كمان إنه إيش حيصير بأهله لما يموتوا، وكان يعني يفكر بطاقة انه يحاول يخلص من فكرة العذاب انه يصلي وكذا. ولكن بعد هيك اكتشف شغلة، انه هم الناس بحسب المعتقد الشيعي او حسب ما هو حكى، يعني انه في المدرسة حكوله انه الطفل في عمر 15 او الشاب بشكل عام يعني ما بتحاسب الا لما يوصل لعمر 15 او 16، ايش بهذا المعنى يعني. فهو كان اصغر من هيك، فعمل خطة يعني نوعا ما ذكية، وهي انه ببساطة يحاول ينتحى، عشان لانه اصلا مش مكلف فما عليه خطايا لسه، فهو حاول ينتحى بانه يزت حاله من شباك في المدرسة تعيته. وهنا كانت فعليا لحظة التحول بحياته. فهو لما عمل هاي العملية تكسر طبعا رجليه الثنتين حسب كلامه، وايديه تكسر عن اغلب جسمه، ولكن هو بعدها فكر انه مش هيعيد هاي الفعل مرة ثانية. والسبب باجع انه شاف امه بتبكي عليه وابوه بيبكي عليه، فبطل يعمل هاي التجربة مرة ثانية اللي هي الانتحار. المهم يعني بعد هيك وبعد هاي المحاولة الانتحار الفاشلة، بلش يحاول آمن نوبي هذا او هذا الشخص انه يلاقي طرق ثانية، انه كيف بيحكوها، انه يعني ما يدخل النار نهائيا. فبلش يحاول يتعلم الدين الإسلامي، بلش يحاول يتعمق أكثر، بلش يتعلم عن الإسلام، بلش يروح عند دروس ياخذ، ظل يحاول يتعمق. وبعدها وبعد ما تعمق وكذا أجد فكرة ثانية، إنه يشوف الأديان الثانية كيف تجهنم فيها، لأنه كان يتوقع إنه إذا كان دينه الحق فمش حيتأثر بالأديان الثانية، وفعليا ما تأثر فيها. ولكن كان لما يبحث أكثر وأكثر بالدين اللي هو عليه اللي هو الإسلام، يعني حسب كلامه هو مش كلامي أنا، لقي انه في مشاكل اكثر بس من وكل الاديان يعني زي بعض ومن هذا الحكي. المهم يعني ما بدي ادخل بالتفاصيل تعيد قصته، بتلاقوا بطل القصه تعيده فيديو بالوصف، وله حوالي فيديوهين، وله كمان لقاءات مع ناس ثانيين يعني بيحكوا قصته، وله كمان بكتابه باخر فصل ممكن تراجعوه، فهو كويس كثير بهالقضيه. انا اللي بدي احكيه يعني انه هذا الشخص يعني نوعا ما عنده تجربه طويله بقضيه الدين وبالذات الإسلام، فبالنهاية وصل نتيجة إنه لازم يكون ملحد، وانصدم بعد هيك كمان إنه لقي كثير ملحدين. وهاي كمان بخلي الأشياء إله هو بكتابه، تراجعوها وتقرأوها لحالكم، ولكن أنا بس بدي أحكي إنه هذا الشخص له تجربة طويلة بالموضوع. المهم يعني أنا قرأت كتاب آمن نوبي هذا قبل يومين زي ما حكيت قبل شوي، وفعليا الكتاب يعني بحاول إيش يسوي، يطرح لك 20 مشكلة أو سبب يخليك ما تأمن بالله.
وعشان أكون صريح وكوني شخص بحب القائل في الأديان وكذا، الكلام تاعه في كثير أشياء بالكتاب جدا منطقية. طبعا إحنا هسه هنحكي عن ميزات الكتاب، بآخر فيديو هحكي عن الاعتراضات تعيتي أنا عليها، ولكن لدي حنبلش في الأشياء الجيدة عشان ما حداش يسكفاني يقول لي أنت تقول كذا وكذا. لا، أنا بدي أعرض الكتاب لأني أعتقد أنه بيخلي الناس تفكر. المهم، يعني ميزات الكتاب أنه أولا سهل كثير، ممكن أي بني آدم يفهمه، وفعليا هو بيناقش كمان قضايا جدا عميقة، يعني علمية وأشياء كمان كونية بأسلوب جدا بسيط. يعني ما بتحس فعليا بالصعوبة وانت بتقرأ فيه من كثر التبسيط اللي بالمعلومات. وبعض مصادر الكتاب يعني أنا نوعا ما شفتها كويسة، المصادر اللي هو حاطة يعني كمراجع للمعلومات تعيته، وكمان ناقش فعليا جدا أفكار أنا فعليا يعني كان عندي زمان فيها يعني تفكير كنت أفكر فيها عن جد، زي قضية مثلا الشعور النفسي بالإله، وهو مثلا يحكي يعني لا يعني مثلا أنك أنت حاسس أن دينك صح أنه هو صح، وضرب على هذا الموضوع أمثلة كثيرة، رد بعضه على بعض المغالطات المنطقية زي مغالطة الاحتكام للسلطة أنه إحنا مثلا كثار فإذا إحنا ديننا صح، ورد بعضه على قضية أنه إحنا مثلا عندنا ناس ماتوا بسبيل الدين فمستحيل هم يموتوا على كذبة، وكمان نتكلم عن قضية الأخطاء العلمية في القرآن في الكتاب المقدس اللي هو الإنجيل والتوراة يعني، وكمان نتكلم عن بعض الإشكاليات الفلسفية في قضية الإيمان، اتكلم برضو عن اتكلم عن كثير اشياء فعليا واشكاليات يعني مش طبيعيه. اتكلم برضو عن قضيه الاعجاز العلمي في الاديان، وقال يعني كلمه فيما معناها انه يا سيدي اذا كان في اعجاز علمي طب هم ليش مثلا بيستنوا عشان يجي مثلا العلماء يكتشفوا الشغله بعدين هم يحكوا انها موجوده، كان المفروض مثلا هم يكتشفوها قبل الاعجاز، فمين عليه كيف الفكره. واتكلم بعضه عن اتكلم عن كثير اشياء فعليا، صحيح مجرد 20 اشكال ولكن 20 اشكال هذول مركزات كثير. تمام، لو هسه بدنا كمان نحكي عن يعني الاشكاليات وايش هو حكى وايش هو فصل بكل وحده. وفعليا وحده من الاشياء اللي عجبتني كثير بالكتاب هذا يعني وخلتني فعليا احترم الكاتب اللي هي مقدمه الكتاب، فهو هذا موضوع انا بحبه كثير على فكره. هو باول كتاب كان واضح بالهدف اللي بده اياه بالكتاب، قال اذا انت كنت شخص مؤمن فهذا الكتاب حيساعدك بفهم الإشكاليات عند الملحدين، وحيساعدك أنت في نقاش الملحدين، وإذا كنت شخص ملحد هذا الكتاب حيساعدك بنقاشك مع المؤمنين. هاي الشغلة أنا عجبتني فعليا، أنت لازم تعرف شو خصمك بفكر وإيش إشكالياته عليك أنت وعلى دينك عشان تعرف ترد عليه، مش إنك مثلا تروح تناقش واحد وإنت أصلا مش عارف عن إيش هو بحكي، فمن يعني كيف. وتكلم بعض عن فكرة الخلق والبيج بانج، أتوقع حكى عن البيج بانج أتوقع، وحكى بعض عن قضية الضبط الدقيق. المهم يعني أنا بدي أقوله بس إنه الكتاب مع إنه 20 سؤال ولكنه شبه شامل فعليا لكل الأفكار الحدية، وأنا كوني شخص يعني بحب هاي الأشياء والنقاشات الحدية، هو الكتاب شبه كامل. وبعضه ناقش قضية الأخلاق اللي هي تعتبر واحدة من أهم الأشياء بالنسبة لي بالكتاب، ويتكلم إنه بعض الأخلاق عند موجودة كمان عند الحيوانات، يعني هاي معلومة كانت جديدة علي إنه في بعض أخلاق عند الحيوانات. وبشكل عام هو بقول لك إنه أي مجموعة بتحافظ على حالها راح تبني نظام أخلاقي لحالها، وهذا كلام فعليا أتفق معاه فيه يعني مثلا. وعشان بدناش كمان أظل أحكي عن الكتاب إني زي ما حكيت قبل شوي ما بدي أحرق المعلومات كلها اللي فيه، وأنا بنصح الجميع أن يقرأ الكتاب لأنه بيشجع الإنسان على التفكير هذا الكتاب بالذات. أنا عن جد بنصح الجميع يقرأه، حتى يعني كنت مؤمن متشكك مش متشكك، مسلم متشدد مش متشدد، الكتاب ممتاز بيخلي مخك يشتغل وتفكر بالإيمان اللي أنت عليه، فهذا هو الإشي أنا بدي إياه. يعني هسا ندخل على الشق الثاني اللي هو انتقاداتي على الكتاب. مع أن الكتاب كان جدا يعني بالنسبة إلي كويس في قضية عرض الإشكاليات على قضية وجود الله، وكمان بعضه كان في نوعا ما تسهيل وتبسيط لكثير أفكار، ولكن فعليا حسيت أنه مش هذا هو الكتاب مثلا اللي هيخلي شخص يغير قناعته. يعني الكتاب هو أصلا أنت عامله يا نوبي مثلا عشان بدك تثبت للمؤمن أنه ما في إله، فهم علي كيف؟ فعليا هذا الكتاب ما بثبت عدم وجود الله 100% لأنه فعليا ما في دليل في وجود الله وما في دليل يثبت وجود الله. طبعا هو لمح على هذه القضية لما تكلم عن قضية بريق شاي تعيط راسل والوحش الاسباجيتي تعيط تشارلز دوكنز،
يعني لمح إلها بس ما كان رده منطقي، يعني ما حسيت إنه هالإشي اللي بيثبت عدم وجود الإله، فاهمين عليه كيف؟ فيعني إذا بدنا نثبت مثلا عدم وجود إله، إحنا معتزين حجة قوية، لأنه فعليا دليل قضية وجود الإله إشي يعني متفقة عليه البشرية كلها. يعني ما أجالك يوم من الأيام تاعت البشرية إلا وكان في إيمان، زي ما بتحكي كاين آرمسترونج عالمة الأديان المتخصصة، بل حتى فارس السواح اللي هو منتقد للأديان لمح على القضية بكتابه دين الإنسان، لما قال إنه فعليا القضية الدينية هي إشي متأصلة بالإنسان، فاهمين علي كيف؟ فقضية إنه كذا ما حسيت إنه أعطى حجج قوية بنفي الإله. نعم قد يكون الكتاب كافي لنفي بعض الأديان أو آلهة بعض الأديان كالإله المسيحي مثلا، لأن أغلب حججه كانت ردا على المسيحية، ولكن بعض حتى المسيحية ما أعتقد دوبل فيها. فكان يعني نوعا ما ما في إشي قاطع، ولكنه جدير بالتأمل الأشياء اللي طاحها. بعض قضية الأخطاء العلمية في بعض الكتب المقدسة كالقرآن أو الكتاب المقدس، يعني هاي الأشياء فقط يكفي إنك تقرأ السياق تاع الآيات، أو يكفي إنك تعرف. طبعا أنا ما بحكي هسه مثلا إني أنا مع الإعجاز العلمي، تمام، أو ما بحكي مثلا القرآن فيه إعجاز علمي ولا لا، أنا فقط بوضع الأطروحة اللي هو طرحها والآيات اللي هو جابها. يعني مثلا هو جاب بالكتاب قضية تغاب في عين حمئة، اللي هي الآية عيد ذو القرنين ومن هذا الحكي، اللي أعتقد بسورة الكهف. الآية هي مثلا بتحكي إنه وجدها تغاب في عين حمئة، يعني هو مثلا بيقول لك انه هذا خطأ علمي، لانه مثلا احنا بنعرف ان الشمس ما بتفوت جوا مش عارف حفرة ولا شيء زي كذا، مش ذاك الكلام اللي حكاه، ولكن هو شيء بهذا المعنى. طب ما هي الآية نفسها بترد لك، يعني مثلا يعني انت مش معتز لإشي، وجدها لقيها ذو القرنين شافها يعني اللي بدي احكيه، بس يعني انه ما كان بقضية الإعجاز العلمي ما أعطى سبب منطقي يعني لافظ الإعجاز العلمي. هو بيقول لك مثلا الكتب هاي فيها أخطاء علمية، طب ما هاي الأخطاء العلمية ممكن يعني تقرأ مثلا باقي السياق تفهمها، يعني إلى حلول، يعني فاهمين عليك كيف؟ وكان المفروض يعني أركز مثلا على قضايا ثانية. أنا بحس مثلا قضية الإعجاز العلمي مثلا بالأديان كان ممكن مثلا يثبت إنه خاطئ بأسلوب أفضل من هيك، ولكنه ما حسيت إنه قدم أطروحة قوية بهذا المجال يعني، أو بهاي القصة كمان، مع انه قدم شوية شغلات، ولكنه ما قدم اشي بالقدر الكافي للموضوع الكبير اللي هو بيطرح فيه، ولكن عجبني كلامه بهذا الموضوع. برضه كان في اشكاليات كان يعني هي منتشرة كثير بين بالنقاش الالحادي الاسلامي الالحادي المسيحي، يعني نقاشات الاديان هذا الاشي دائما بنطرح، بل في اشياء يعني كثير بتنطرح بهاي النقاشات ما تم التعرض لها بالقدر الكافي، بل ما تم التعرض لها اصلا. يعني مثلا الكاتب انتوني فلو اللي هو يعد اشرس ملحد في وقته، يعني لما ترك ظل 40 سنة كأنه ملحد بعدين صار مسيحي بنهاية حياته، هذا الشخص صار مسيحي لسبب الشفرة الوراثية أو الدينية أي شيء زي كذا. فكان المفروض يعني مثلا يحكي عن هذا الموضوع، يعني هاي القضية مثلا بتم نقاشها بشكل واسع في المجال مثلا الحادي الديني، ما تم التعرض لهذه النقطة. يعني بدي أقوله بس إنه في أشياء جدا قضايا مهمة كان لازم يتم التعاطي معها أو يتم النقاش فيها بشكل مطلوب، زي مثلا قضية التصميم. التصميم هو تكلم عنه بشكل مش هالإشي الواو، يعني كان المفروض يناقشه أكثر من هيك، يوضحه أكثر من هيك. قضية الدينية اللي تكلم عنها أنتوني فلو كان لازم يحكي عنها كمان، كونها إشي يعني دائما بدخل بهذا الموضوع، فهي إشكال أنا عندي بصراحة حسيتها مشكلة. وبس يعني أنا حبيت بس أحكي عن هذا الكتاب، لأنه أنا فعليا الكاتب هذا بحبه، يعني حتى لو أني بختلف معاه عقائديا ودينيا، إلا أني بحب المخ تعيته، وهو عنده يعني شخص يعني مقتنع بالدين وكذا، فهو حاب حاله، لكن في النهاية يعني كل واحد حاب التفكير تاعه. أنا شو ما نسك سطلت. المهم يعني أنا حاب أقوله بس إنه هذا الكتاب أنا فعليا أنا كشادي بنصح فيه الجميع. الكتاب بيخلي مخك يشتغل مع انه بسيط، انا ما توقعت انه خليني افكر هيك وانا قاعد يعني كذا. بنصح فيه بالجميع، اذا انت كنت مثلا شخص متشكك، كنت مثلا شخص مش عارف مثلا ياخذ موقف من الدين، حاب تكون مع الدين او ضد الدين، انت مش عارف وين انت، فهو كويس انه مثلا يخليك تفكر في الموضوع، لانه برضه كمان لازم كمان يكون نحكيها بصراحة، يعني الطرح تاعه أنا ما أعتقد إنه ما حيخلي حدا يلحد، بس هيخلي الناس تفكر، وأنا مني وعلي أنا مع التفكير في قضية الدين.
فهو يعني كويس ككاتب، وانا انا فهمت وسمعت انه له اصدارات ثانيه من الكتب، ناوي بعدين اشتريها كمان يعني. فانا بنصح بالاقرا بالكتاب زي ما قلت قبل شوي، وانا تقييمي اذا بدي اقيم الكتاب من 10 حاعطيه 10 من 10، مع وجود طبعا المشاكل يعني فيه، ولكنه جيد مش سيء يعني. وبس يعني، وسلام، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. وصحيح انا خلصت الكتاب قبل شوي ومش نايم طول الليل، عشان هيك بحكي بصراحة قاعد ومسطل شوي. فاتمنى يعني كل الكلام اللي باسي حكيت لكم اياه هسه، ويعني يعني حاولت اعبر عن كل اشي انا عجبني بهذا الكتاب مرة واحدة، لاني انا من عادتي اذا خلصت كتاب لازم اعمل عنه فيديو مباشرة، عشان كل الاشياء اللي بقلبي تطلع مرة واحدة، واقدر مثلا احكي كل اللي بقلبي. فاتمنى الفيديو هذا يكون عجبكم، واتمنى برضه تقرأوا هذا الكتاب عن جد، لانه بشغل المخ. ما بقول يعني انه افضل كتاب بشرح القضايا، ولا اعتقد كمان انه الكتاب مثلا عميق بالقدر الكافي للناس العميقه، هو كتاب بسيط للناس اللي حابين يقراوا باقي الاشياء، او حابين مثلا ان يدخلوا نقاشات مثلا حوارات الحوار اللاديني الاسلامي اللادين المسيحي، لانه هو بيطرح الشبهات، مش الشبهات، بيطرح يعني كل الافكار الحاديه الموجوده اليوم، بيطرحها بشكل بسيط. اذا انت مثلا درستها ممكن مثلا ترد على الملحدين، ممكن كمان اذا كنت مثلا شخص ملحد مثلا ترد على المسلمين فيها، اشي يعني مش طبيعي يعني. واحنا بنحكي هنا عن شخص مش قليل، احنا بنحكي عن شخص مؤسس ما يعرف جمهورية الالحاد، مؤسسة الا فروع بنص دول العالم، يعني مش شخصية عادية. والسلام، واشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي.